بعد أن تم إعادة تأهيل مستشفى بيجي وبعد الدمار الذي لحق بها نتيجة دخول عصابة داعش الإجرامي إلى القضاء، ثمن أهالي القضاء الدور الكبير للحكومة المحلية والجهات التي أسهمت في سرعة إنجاز العمل فيه. حاليا قبل شوية صارت عندنا حادثة، يعني جينا إلى طوارئ مستشفى بيجي فقام الكادر يعني بالصورة الكاملة، فجينا فوجدنا يعني كادر كامل، فقاموا بالاسعاف الاسعافات الاوليه وكادر متكامل وما قصروا، وبالحالات اللي الاعتياديه يعني المريض من يجي فكادر كامل من دكتور الى يعني يعني شلون نقول بان اكو قاموا بواجبهم بصوره كامله وماكو اي تقصير من ناحيه تقديم الاسعافات للمريض. وما شاء الله كموظفين أو دكاترة وأطباء يعني ما شاء الله.